كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سالت دموع العاشقين تسيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. مساء الخير والنور، مساء الفرح والسرور على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح. كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين، وكل الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام وأمن وأمان واستقرار بمناسبة المولد النبوي الشريف. في بداية الحلقة أحب أرحب بالشيخ عبد الله بدران القاري والمبتهل الديني. نورتني وشرفتني يا شيخ. نورك يا فندم. اهلا ومرحبا بيك في الحياه كفاح. اهلا وسهلا. في الاول كده عايزه حضرتك تقول لي المولد النبوي الشريف طبعا كان ليه علامات وكان ليه دلالات وكان ليه مواقف كتيره، ممكن حضرتك تحكي لنا عنها؟ والله مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدايه الرسول عليه الصلاه والسلام قبل مجيئه طبعا كان فيه علامات ودلالات كتيره، من ضمنها تصدع ايوان وكسرى وسقوط ال 14 شفة بتاعته، و جده عبد المطلب راى في المنام ان شجره تنبت وتكبر حتى تصل الى السماء وفروعها تصل الى المشرق والمغرب، فهذه هي شجره الدين، والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو من السلام. وهو من أصل فروعه، ورأى في المنام ذلك وقصه لقريش. حتى من ضمن الرؤى أن عبد المطلب إما رأى الشجرة بتتسع وبتكبر إلى مشرق فحب يأخذ شيء من نصيبه من الشجرة، فلقى شاب بيدفعه، فبيقولوا ليه أنت بتدفعني، أو فيما معناه بيقولوا ليه أنت بتدفعني، قال له نصيبك مش يعني مالكش نصيب في هذه الشجرة، النصيب لهؤلاء المجتمعين حولها هم المسلمين. تمام. ومولد الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن دلالات ونبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم إطفاء نار المجوس اللي كانت مموقدة منذ 1000 سنة، فدي دلالات على قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب ممكن نسمع دلوقتي منك اللي تحبه بقى، حضرتك قارئ ومبتهل ديني، تحب تسمعني ايه الاول؟ معكم ابتهال في بالمناسبة العظيمة دي. اتفضل حضرتك. ذكرى معطرة يفوح شذاها في كل وقت قد سمعت صداها، ذكرى الحبيب، ذكرى الحبيب محمد حلت بنا فأضاءت الدنيا وشاع ثناها، كان الفساد مهيمنا ومسيطرا، كان الفساد مهيمنا ومسيطرا، فإذا بعدلك في الدنا يغشاها، كان القوي على الضعيف مهيمنا فنصرته ورفعت منه جباها. يا حبيبي يا حبيبي
يا محمد كان القوي على الضعيف مهيمنا، فنصرته ورفعت منه جبال، وعرفت للأيتام كامل حقهم في عزة ورعاية ترضاها. بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ، بارك الله فيك. طيب نتكلم عن المولد رسول عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق وأشرف الخلق. احنا شرفنا فيه، يعني احنا ربنا شرفنا فعلا بمولده. كانت ايه صفاته وهو مثلا صغير؟ كلمني اكتر عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام نشا، هو طبعا سبحانه وتعالى هو اللي رباه، ربه سبحانه وتعالى هو الذي رباه فاحسن تربيته. اكيد عندما كان طفلا عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، من ضمن المقولات انه يعني لما كانت المرضعة حليمة تعطيه ثدي أخيه كان لا يقبله، من ضمن عدله وطفل كان لا يأخذ ثدي أخيه، ما كانش يأخذ حق غير حقه حتى هو لسه طفل كان رضيع، يعني كان عادلا، كان عادلا منذ طفولته. منذ طفولته ونشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم وصار شابا، وكان يتصف بأجمل الصفات، المروءة والخلق الحسن والأمانة، حتى لقب بالصادق الأمين عليه أفضل الصلاة. وعندما رأته السيدة خديجة بصفاته هذه الجميلة، الصدق والأمانة، رضي الله عنه وارضاه، طلبت منه الزواج وتزوجها وهو عنده 25 سنة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حضرتك موهبتك في الابتهال موهبة وصارت دلوقتي مهنة، كلمني عنها. والله هو بدايتي كانت في الصف الثالث الاعدادي. كنت بسمع، طبعا انا انتمي لمدرسه الشيخ عبد التواب البساتين. كنا لسه هنقول ايه مدرستك في الابتهال. فانا انتمي رحمه الله عليه، عليه رحمه الله، اعشق الفضيله المبتهل الشيخ عبد التواب البساتين عليه رحمه الله. فانا في صغري اتاثرت به جدا، يعني كنت اسمعه في احتفالات الاذاعه والتلفزيون والمناسبات الدينيه، الاسراء والمعراج والهجره. هو صوت عذب، صوت جميل، يعني الشيخ البساتيني كان يحس الكلمات اللي كان بيقولها. ولا علشان بلدياتك من بني سويف؟ لا هو ده اولا ده شرف ليا ان هو يكون بلدي. ده شرف لكل بني سويف طبعا، ان الشيخ عبد التواب البساتيني الله يرحمه من بني سويف. هو كان يبتهل بقلبه، وكان ينطق الكلمات الجميله السهله اللي يحس بها الانسان البسيط، وكان يبتهل بقلبه. ولذلك الشيخ عبد التواب البساتيني كان ليه جمهور كبير جدا، مش في مصر بس وخارج مصر، وطلع اكتر مره، طلع ايران وراح سوريا وراح اماكن كتيره. يعني كان اكتشفت موهبتك في الابتهال، انت مبتهل من ثالثه اعدادي. واكتشفت يعني بدات يعني اقلد، طبعا انا من كتر ان انا مغرم بيه او بعشق صوته بدات اقلد واسجل له حاجات واقول زي ما بيقول. فطبعا هي نصيحتي لاي مبتهل شاب لسه طالع وعاوز يبتهل او يتعلم فن الابتهال، اولا يسمع ويسمع كتير. اولا هو بيقلد شيخ، يكون هو مثلا خلاص هو حب الشيخ ده او حب صوت الشيخ ده، مثلا الشيخ عمران، طه الفشني، الشيخ نصر الدين طوبار، الشيخ البساتيني، تمام، يمشي على القصر بقى يقلد. بدايه ان هو قلد خلاص كده هو بدا يحط رجله على اول الطريق. اكتر حاجه كنت بتحبها للشيخ البساتيني ايه؟ والله الله يرحمه. هو مفيش حاجه مش كويسه للشيخ البساتيني. اكتر حاجه معلمه معاك وتقولها لنا دلوقتي. هو في حاجه عن المولد. طب اتفضل. ما هو بمناسبه بقى المولد الشريف. وسائل الكون من بالنور حلاه، ومن بصوت وراء النجم ناداه، أجابني الكون أجابني.
الذي تحلم الدنيا بمرأة. سماه أحمد في الإنجيل خالقه جل الذي قبل بدء الخلق سماه. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يخليك يا أستاذ. كلمني أكتر يعني عن الابتهال. هو اللي فيه طبعا حاليا الناس بيختلط عليها الامر في بعض الاوقات، يعني في طبعا في حاجه اسمها انشاد وفي توشيح وفي ابتهال. طبعا في فرق بين الثلاثه. الانشاد في غالب الامر بيصاحبه الات موسيقيه، تمام. والتوشيح هو ابتهال، بيبتهل مبتهل بيبتهل، وفيه وراه بطانه بترد عليه، زي امثال الشيخ فضيله الشيخ علي محمود عليه رحمه الله والشيخ طه الفشني الله يرحمه والشيخ سيد نقشبندي، دول كانوا ليهم بطانه، فهذا يسمى توشيح. توشيح. اما الابتهال بيكون يعني بصوت منفرد، يعني زي حضرتك دلوقتي ما بيصاحبوش اي موسيقى، زي ما انا بقول كده دلوقتي، هو ده الابتهال. تمام. حضرتك بتشتغل على نفسك ازاي؟ بتطور من نفسك ازاي؟ والله طبعا انا بطور من نفسي ان انا بسمع لكل المبتهلين. يعني احنا عندنا قامات من المبتهلين، امثال فضيله الشيخ منتصر الاكرت، ده يعتبر من الرعيل الاول او يعني عاصر القامات في الابتهالات الدينيه، وهو شخص متواضع جدا ومحترم جدا وبسيط، وصراحه ما بيبخلش على حد باي مساعده. وفيه عندنا من الشباب الشيخ بلال مختار، الشيخ شريف خليف. يعني حضرتك بتسمع لهم؟ يعني تطويرك، يعني التطوير أكيد. مهما الانسان حضرتك بتسمع لهم؟ طبعا كل واحد فيهم ليه مدرسه خاصه. تمام. طب في بقى تدريب؟ يعني مثلا حضرتك بتمرن صوتك؟ اكيد طبعا. ممكن تقولي المقامات كده، اكتر مقامات بتحبها في الابتهال ايه؟ والله هو كل يعني هو الابتهال يعني ما بتجينا الكلمات احنا بقى بنتخيلها باي مقام يناسب الكلمات. يعني مثلا في ايات العذاب مثلا، مثلا فيه مثلا ابتهالات مثلا في مناجاه وتضرع، دي ما ينفعش بتقوليها مثلا بمقام النهاوند، دي حاجة فيها شجن، يناسبها مقام الحجاز، يناسبها مقام الصبا، الكرد، دي المقامات. تمام. يعني زي ما بيقولوا لكل مقام مقال. طيب احنا برضو يعني طمعين النهارده جدا وعايزين نستغل الفرصة ونسمع حضرتك أكتر. هتسمعني إيه كده؟ في مدح طا أنا لي وسام ولغيره مدحي حرام في مدح طه أنا لي والآل والصحب الكرام، يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام، اهدوا صلاة للحبيب المصطفى خير الأنام، صلوا صلى عليه لا يضام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام حبيبي يا رسول الله. طب حضرتك دلوقتي في بقى طلبات مطلوبة من حضرتك؟ اتفضل. كان في حد كان قايل لي عايز من حضرتك لأجل النبي على الهوا كده.
والله ويا رسول الله اجرنا، ما انا في اختيارات. ما اقول لك حاجه، في اختيارات. ما هي الاختيارات دي كلها دي في الوقت الحالي انت بتكوني محضره حاجه معينه، فعشان تيجي تخش في حاجه تانية. وكان في حد كمان طالب مني بصفه شخصيه ايه العمل يا احمد يعني. والله يعني ممكن اقول لكم المس كفاح حاجات زي كده اللي يعجبك. بس في طلبات يعني طلبت مني لما عرفوا ان حضرتك طالع معايا النهارده فضيلتك. ممكن اقول المس كفاح مثلا. المس كفاح؟ طيب اوكي. اتفضل. انا من زمان يا نبي وشوقي اليك بيزيد، وامتى اجيلك يا نبي وتقرب المواعيد. انا من زمان بحسب الساعه والثانيه، ولما زورك يا نبي يبقى لي عمر جديد. المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرها أبا زهراء. أشكي لمين وأجدي وحالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله. أشكي لمين وأجدي وحالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله؟ المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرها أبا زهراء. طول عمري بتمنى أشوفك، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله. طول عمري بتمنى أشوفك، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله. صبرت نفسي بقى حديثك وأقول لابد في الليلة أراك. المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرها أبا زهراء. الحب زادي وزوادي، الله الله، في رحلتي في الدنيا دي، الله الله. الحب زادي وزوادي، الله الله، في رحلتي في الدنيا دي، الله الله. ومليش غير حب الهادي حبيب فؤادي رسول الله. المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرها أبا زهراء. في ناس من الحب في حيرة، الله الله، وناس من الحب في غيرة، الله الله. في ناس من الحب في حيرة، الله الله، وناس من الحب في غيرة، الله الله. وناس مليها تسعيرة، واحنا اللي في الفردوس وياه. المس كفاح المس كفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرها أبا زهراء. بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك، جزاك الله خير. الله يكرمك يا استاذ. في الشباب اللي طالعه دلوقتي المبتهلين، بتشوف فيهم ايه ما كانش موجود في المبتهلين زمان؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اولا من صفات المبتهل او القارئ انه يعني يلتزم حسن الاخلاق والادب. اهل الابتهالات واهل القران هم اهل الله وخاصته، فلازم صحيح يكون اخلاقهم
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة كانت بتقول إيه؟ كان قرآنا يمشي على الأرض. فالمفروض على المبتهل أو القارئ إنه يقتدي بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم ده في الأول والآخر. ثانيا المبتهل يعني الشباب الأيام دي ما شاء الله يعني في الوقت من وقت قريب يعني بدأت الإنشاد والابتهال ياخد مكانة كبيرة حاليا في مصر. هو في الفترة القديمة من فترة طويلة شوية كان يعني بدأ يتلاشى فن الابتهال في مصر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يعني كثير من المشايخ وكثير من المبتهلين اللي هم فتحوا مدارس الابتهالات الدينية وتعليم الابتهال وتعليم تجويد القرآن والأداء، منهم مدارس الشيخ فضيلة القارئ الكبير القارئ التقي الشيخ عبد الفتاح الطاروتي والأستاذ طه عبد الوهاب، وفيه الشيخ محمود التهامي برضه فاتح مدرسة الإنشاد، ولا ننسى فضيلة المبتهل الكبير. طب نصيحتك ليهم إيه؟ والله اولا زي ما قلت لحضرتك لكل الشباب المبتهل اللي طالع، لكل اللي عايز يتعلم، لكل اللي مثلا عنده مبتهل معين وعايز يبقى زيه، اولا نصيحتك ليهم ايه؟ مهما كان صوته كويس لا يتعالى على احد مهما كان، تمام، ومهما وصل، لان دي موهبه ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي وهبها له. يعني ممكن نقول ان مش قابل للزياده قابل للنقصان. أكيد. دايما احس ان انا لسه عندي وعايزه، اكيد ما احسش ان انا خلاص بقيت توب بقيت فوق، أكيد. واكتفيت، ده شيء اكيد. يعني المبتهلين الكبار مهما يأدي بيحس انه ما أداش كما يجب، وده شيء كويس جدا وطلع يعني منه الاحسن. اه طبعا طول يعني الواحد كل ما يقول حس انه مش الافضل، لا انا عاوز افضل من كده. واولا انه ينتقي الكلام اللي هيبتهله، يعني في شعراء كتار حاليا يعني موجودين وشعراء يعني كلماتهم جميله جدا وتمس القلوب، امثال الاستاذ محمد علي راشد، الاستاذ احمد مكاوي، دكتور محمد كامل الدين من بني سويف بلديات، هو بيكتب لي حاليا، الاستاذ سمير جابر. تحيز بلدياتك جدا لفضيله الشيخ. والله مش تحيز، هو في الكلمه هي اللي بتجذب المبتهل. صحيح، يعني ما فيش يعني المبتهل اولا بيبص على الكلام، ان شافه يحس حس بيه ودخل قلبه بيأديه بيوصل للمتلقي على طول. فمش موضوع تحيز، لا، انت كل كاتب وليه ميزه وكل كاتب وليه كلمته. فيعني دول انا ذكرت ناس يعني وفي ناس انساها كتير. اكيد سواء طبعا كان كاتب شاعر او مبتهل، اكيد طبعا. يعني وزي ما بقول يعني في ناس كتاب، يعني ده هو الاحساس بيغلب على كل شيء. انا كنت سعيده جدا باللقاء معاك النهارده وشرفتني ونورتني في الحياه. شرفت فيها يا استاذ. ممكن تسمعنا حاجه نختم بيها؟ حاضر. بشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة، على وعد باللقاء حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح، ونسيبكم مع فضيلة الشيخ. أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهادت أنواره تتسنى، كل من في السماء والأرض غنى، كل من في السماء والأرض غنى، كل من في السماء والأرض غنى، فاهتفي يا قلوب فافرحي يا قلوب، إنه نور الحبيب محمد. يا جمال يا جمال على الوجود أهلا وربيعا على الحياة.